السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اليوم جبت لكم برنامج حلو، برنامج الطباعه. اذا عندك طابعه واي فاي تنزل هذا البرنامج نوكو برنت، بعدين ما تفتح، تطلع من عنده تروح للملف اللي عندك تريد الطبعه. مثلا انا دازيلي ملف على التليجرام، افتح الملف بواسطه يقول لك فتح باستخدامها، واقول له هذا الطابعه اللي انا نصبتها نوكو برنت. قبل هو نسق ليها افتراضيات، ما غيرت ولا شيء، نصبت الطابعة، جيت هنا نطيتها مو الصفحات الكل، الفردية، حتى بعدين اقلب الاوراق واسوي الزوجية. هسه سويت الفردية واعطيه طباعة من بعد ما ثبتت الطابعة. شوفوا ال 11 سواها 6 صفحات، هسه بدا يطبع، هسه بدأت الطابعة تطبع. وبعدين من تخلص 6 صفحات انه باقلب الورق واطبع الجهة الثانية اللي اعطيه نوب، بالضبط اعطيه الزوجية، يعني يطبع للأوراق وجهه وقوفا الملزمة، افضل مما اخلص الاوراق بها. هسه تخلص الطباعة هاي ونرجع لكم. وهسه نطبع الوجه الثاني، من ساعة قلنا منفردة، من ساعة قلنا الصفحات الفردية، هسه نقلها الصفحات الزوجية وننطي طباعة مرة ثانية. وهسه نكمل ونكون أتممنا المهمة، وأفلح من صلى على محمد وآل محمد. أولئك هم متابعون، شكرا لك.